صحيح يعني عملنا انجاز في ترشحنا كاس العالم، ذا يفرح التوانسه الكل، واكيد باش يعود بالفائده الكبيره على بلادنا على جميع الاصعده، يعني ماديا معنويا. تونس ديما باش يرفرف علمها في جميع المحافل، نتمناو ديما تتواجد، خاصه كنا 12 سنه بعاد على يعني الترشح هذا، لكن ما يمنعش لي عندنا نقايص وعندنا حاجات يعني لازم نشتغلوا عليها، لازم نطوروها اكيد. يعني كل وقت عنده رجاله، كل وقت عنده يعني رياضيه مقتضيات المرحلة. اكيد احنا تو بالنسبه للعباد يراو الرياضه سابقا احسن من تو، لكن هذا ما يمنعش ممكن فما نتائج، فما عقليه، ممكن عقليه اسهل من يعني من ناحيه الانانيه والله البروفيشناليزم. انا نرى حتى قبل ما كانش عندنا بروفيشناليزم، باش نكونوا صحاح وما نكذبوش على العباد، نحن خرجنا من الهوايه الى لا هوايه، يعني كان بقينا هوايه خير، يعني ما تعديناش لمرحله الاحتراف، لان الاحتراف عنده قواعد وعنده امكانيات وعنده عقليه الحق. يعني تعدينا في لا هوايه، عملنا نتائج، لكن الاحتراف حقيقه مازلنا، انا حسب تقييمي الشخصي ومتواضع وهذا يشملني انا، يعني رايي لكوننا ما تعديناش الاحتراف ممكن فما شويه الفلوس كثرت، والا في بعض العقود مش حتى الناس كل كيف لان نشوفوا فما اختلال، يعني فما ثلاثة أربع جمعيات قادرين باش يعني يعليوا في أجور لاعبيتهم، والباقي نتاع الفرق التونسية يعني تعاني مشاكل مادية قاسية، هذه في الدوري الممتاز التونسي، فما بالك أنت في الدوري الثاني نتاع تونس، يعني عندنا مشاكل ما نجموش نحكوا عليها، في الدوري الثالث والرابع ما نجموش نحكوا عليها أكيد يعني.